www.الرهيب.net. وليد ولي يعطيك العافية، كيف حالك؟ مستانس اليوم؟ أكيد مستانس، فايز على العربي أكيد مستانس. ولي في تغيير في الشوط الثاني لنادي الريان، يعني دخلته أحسن من الشوط الأولي مع أن الهوى ضدكم، يعني أنا توقعت أن العربي يسوي شيء الشوط الثاني. شيء طبيعي، عرفت المدرب كان مستاء جدا صراحة من أدانا الشوط الأول، عقب 6 دقائق سجلنا عقب الجول، لكن تراخينا شوي بعد الجول اللي سجلناه، وشفت تعليمات المدرب الشوط الثاني قال لازم نخلص المباراة في الشوط الثاني. الإرهاق اللي صادك آخر الدقائق هذا شيء غريب، يعني بصراحة لاحظنا هنا هذا الشيء، ما شاء الله عليك توك صغير، فسهر تاكل عدل ما في شيء صراحة، لكن تدري الدور دفاعي هجومي عرفت، ومو متعود على المباريات، كثرة المباريات، 4 أسابيع ما لعبت، أنا رجعت في مباراة الوكرة شفت التعب على آخر دقائق، شفت هالمباراة، لكن الحمد لله أنا إن شاء الله نوصل لهالشيء في المباراة الجاية إن شاء الله. ننتظر منك المزيد، ها المزيد. نايف أرسل يا نايف.